Good day my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ How old are you? تتذكروا كيف كنا نجاوب؟ I am 5, 6, 7 years old. How old are you? Where do you live? وين بتعيش؟ وين بتعيشة؟ أين تقيم؟ أو أين تقيمين؟ أنا عايشة بلبنان. بقول I live in Lebanon. أما إذا عايشين بسوريا منقول I live in Syria. Excellent. بعد في سؤال How is the weather today? كيف الطقس اليوم؟ Look at the window. طلعوا بالشباك. Is it rainy? الطقس ممطر. Is it snowy? مثلج. Or windy? عاصف. Here it's sunny. هون الطقس مشمس. اليوم أصدقائي بدنا نتعلم أشياء جديدة مع بعض. هل أنتم مستعدين؟ Are you ready? هلأ بدنا نسمع لأغنية كتير حلوة. Let's listen to a song وأنا برجع لكم بالفقرة التالية. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. هلا أصدقائي, open your eyes well, open your ears well, and look at the board. شوفوا شو عنا بالصور على اللوح. بأول صورة عندي صبي عم يتخبى. عم يتخبى بقلب البوكس, بقلب الصندوق. يختبئ أو أنا أختبئ بقولها بالإنجليش hide. hide رح اكتبها وإنتو كمان اكتبوها عندكن على الدفتر. hide يعني يختبئ. بتاني صورة عندي كرمة. كرمة. كرمة بالإنجليش بقلها بتبلش باللتر V. V. vine. قولوا وراي ذه vine. vine. أما هون فعندي فارة. بس إذا عندي الجمع تبع فارة فيران بقلن mice. mice يعني فيران. mice يعني فيران. أما هون فعندي الزهر نستخدمه تنلعب. زهر د the letter D. die dice يعني زهر. dice. أما هون فعندي الولاد عم يلعبوا عم يتزحلقوا. يتزحلق بقولا أنا سل سلاي سلايد سلايد. رح اكتبها قدامكن slide. اما هون فعندي عروس. شايفه شو حلو العروس؟ فستانها الابيض. الا بالانجلش للعروس ب the letter B. بر برايد برايد. اما هون فعندي دراجه الا ب بايك. أما هون لما أعمل أنا أطلع بشي حلو يعجبني بعمل هيك لايك يعني أنا عجبني لايك. فإذن عندي لايك, عندي بايك دراجة, عندي برايد عروس, عندي هايد يختبئ, عندي فاين الكرمة, عندي مايس فئران,
دايس زهر لما ألعب فيه عندي سلايد يتزحلق وأما هون فعندي بايك بس شو عم يعمل الصبي؟ عم يركب على الدراجة بقول أنا عم يركب يعني رايد ره رايد فإذا كم كلمة صار عندي؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 new words hide يختبئ vine كرمة mice فئران dice الزهر slide يتزحلق ride عروس bike دراجة like يعني إذا حبيت شيء أنا أحب I like ride يركب أو I ride أنا أركب هلأ بدنا مع بعض جرب نتهجيهن بدي إياكم تجربوا معي تطلعوا على كل حرف على كل لتر وتذكروا كيف بنلفظ كل حرف منبلش بأول كلمة عندي the letter H the letter H بلفظه ه H, the letter H, I pronounce it, H. بعدين عندي the letter I. هوني عم بلفظها I, long I, مش E. عم بلفظها I. H, I, H, و I, hide, hide. فإذن, hide. وآخر شي عندي the silent E, ما بلفظها للإي هون. فإذن hide hide بيرجع عندي هون the letter V مين بيتذكر كيف كنا نلفظها؟ كتير سهلة مثل ما عم قولها the letter V بلفظها I pronounce it V V وهون كمان I vine vine كرمة vine the letter N N vine وبالآخر عندي the silent e ما بلفظها أنا سميتها the silent e لأنه ما بتنلفظ ننتقل لهون عندي the letter m m i my my the letter c s mice mice جمع فارة فيران mice ما رح ألفظ الإي ما بقول ماي سي مايس أما هون عندي د ثلاثر دي د داي د آي داي س داي س الزهر فإذن داي س زهر هون عندي أول شي ثلاثر أس س ل سل سلاي سله و اي سلاي د the letter d slide slide اخر اي it's a silent e ما بلفظها ننتقل على الصورة اللي بعدها عندي the letter b b I pronounce it b the letter r br bride bride عروس bride the silent e ما بنلفظها bride هون عندي ب bike bike فإذا ب I bike bike دراجة أما هون عندي like كيف بلفظها the letter L I like 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 الإي بالآخر ما بلفظها like هون عندي the letter R R I ride the letter D ride إي ما بلفظها فإذا خلينا نتذكرهم مع بعض نرجع منعيد open your eyes well Open your ears well. Look at the board and read with me. Roo معي. Hide. Hide.
Vine, vine. Mice, mice. Dice, dice. Slide, slide. Bride, bride, bride. And a bike, bike, daraja. Like, li, like, like. Ride, ride, ride. يركب. إذا بتلاحظوا بالكلمات يلي أخذناه هون كلهم عنا بالآخر إي بس ما لفظتها. أنا بقلها بالسايلنت إي ما بلفظها، تجي بس ما بلفظها لما تجي بآخر الكلمة، مثل ما أجيت بهول الكلمات هايد، فاين، مايس، دايس، سلايد، برايد، بايك، لايك، رايد. هلا أصدقائي شو رأيكم نجرب نكتب نألف ثلاث جمل وبدنا نستخدم الكلمات الجديدة يلي تعلمناهن. بدنا نستخدم برايد، نعمل جملة عالايك، نعمل جملة كمان عرايد. تتذكروا قلنا قبل إنه كل جملة لتكون جملة صحيحة لازم يكون إلى معنى تام ولازم يكون فيه بقلبها فيرب فعل. خلينا نبلش بأول صورة عندي برايد. إذا بدي أقول بدي ألف جملة فيها برايد، طلعوا بهيدي العروس كتير حلوة، بقول أنا العروس جميلة. شو بقول؟ العروس يعني the bride. بكتب هون bride, the bride. هي جميلة أو هي بتكون جميلة. أي verb بدي استخدم؟ verb to be، أنا أكون. I am beautiful يعني أنا جميلة. You are beautiful، أنت أو أنت حلوين. هون the bride is beautiful يعني البرايد هي جميلة. Well, the bride is beautiful. فإذن the bride is beautiful، جميلة. وين الفيرب؟ طلع منيح. فيرب هون استخدمت أنا فيرب to be. فيرب to be. عطت الجملة معنى تام the bride is beautiful يعني العروس جميلة. فهمنا المعنى؟ أكيد عم نوصف العروس إنها هي حلوة. عطت معنى تام وفيها فيرب، هيدي جملة صحيحة. خلينا هلأ نعمل جملة تانية بنستخدم لايك. إذا بدي أقول إنه أنا بحب البطاطا شو بقول؟ I بحب، I like. شو يعني البطاطا؟ مين بيتذكر؟ potatoes. خليني أكتبها حدا. I أنا like وحب potatoes يعني البطاطا. I like potatoes. وين الverb هون؟ وين الverb؟ I like potatoes، أنا بحب البطاطا. شو عم بيصير؟ عم قول إنه أنا بحب. هون بحب هي الverb، أنا أحب. Like is the verb. I like potato، أنا أحب البطاطا. فإذا في verb وعم تعطينا معنى تام. شو رأيكم نعمل آخر جملة مع بعض؟ منقول رامي يملك دراجة حمراء. قول رامي شو يعني يملك؟ verb to have. تتذكروا منقول I have، you have، he has، she has، it has، we have، you have، they have. محل رامي، رامي هو مفرد مذكر، صبي واحد يعني هي. بقول he has.
Rami has شو عنده؟ دراجة حمراء أحمر لون الأحمر بقول red A red bike فإذا رامي has a red bike red هون عم توصف بايك تتذكروا شو كنا نقلها؟ صفة بالإنجليش مين بده يذكرني؟ صفة يعني adjective هون رايت red عم توصف بايك تابعة لبايك لون البايك أحمر red عم توصف البايك فإذا it's an adjective هيدي صفة وين الverb؟ verb to have has رامي has a red bike هيدا الverb فإذا استخدمنا three verbs is verb to be like verb to like has verb to have the bride is beautiful كتير حلوة bride العروس I like potatoes رامي has a red bike هلأ شو رأيكم مع بعض الكلمات يلي أخذناهن نقسمهم بدنا نحطهم بتو جروبس فريقين أول فريق بنحط فيه كل الأسامي nouns وتاني فريق بدي حط فيه كل الأفعال all the verbs فإذن رح أعمل هون verbs الأفعال وهون nouns الأسامي طلعوا منيح منبلش بأول وحدة hide I hide أنا أختبئ hide is it a verb or a noun هل هو اسم حيوان hide no هل هو اسم إنسان اسم شيء hide هو فعل أنا أختبئ عم بعمل شيء فعل عم بيصير فإذا hide it's a verb it's not a noun بحطه هون بالverbs hide بيرجع عندي هون vine كرمة لما أقول أنا كرمة هيدي الكرمة هل عم بدل على فعل معين؟ ما عم بدل على فعل هيدا اسم it's a noun فإذا لازم حطه بتاني جروب vine بيرجع عندي mice فيران فيران هو اسم شو إنسان حيوان أو شيء حيوانات فإذا it's not a verb it's a noun بحطها هون mice عندي dice الزهر هل بتدل dice على حركة معينة أو على فعل ما فيها فعل it's not a verb it's a noun بحطها كمان هون dice slide لما أقول أنا I slide يعني أنا عم بتزحلق شو عم بعمل؟ عم بعمل فعل في شي عم بيصير هل هي slide إنه أنا اتزحلق أتزحلق هل هو اسم إنسان أم حيوان أم شيء منه لا إنسان ولا حيوان ولا شيء أنا عم بعمل فعل it's a verb I slide أنا أتزحلق It's a verb في فعل عم بيصير Bride عروس هل بدل على فعل معين؟ هيدي اسم لإنسان She is a bride إنها عروس It's a noun بيرجع عندي Bike دراجة كمان هيدا شيء اسم شيء Bike It's a noun عندي like إذا بقول أنا أحب البطاطا I like potatoes إذا عم قول like عم دل على شي فعل أنا بحب هل هو اسم إنسان like أو حيوان أو شيء كلا هيدا اسم منو اسم هيدا verb I like أنا أحب وآخر شي عندي ride يعني يركب
كمان هيدا فعل معين عم يركب الدراجة، منه لا اسم إنسان ولا حيوان ولا شيء. فإذن it's a verb. Ride كان آخر verb. أخذنا hide, slide, like, ride. هودي كلهم verbs، أفعال بيدلوا على حركة أو على فعل معين عم بيصير. وعندنا nouns يلي هني أو اسم بيدل على إنسان أو حيوان أو شيء. إن شاء الله تكونوا تذكرتوا كل الكلمات يلي أخذناهن ونقلتون عندكن على الدفتر. دربوا عليهم منيح، كلهم فيهم I, hide, vine, mice, dice, slide, bride, bike, like, ride. أصدقائي دربوا عليهم منيح ورجعوا اكتبوهم لحالكن وقروهم وجربوا تعملوا انتو لحالكن جمل بسيطة مثل يلي عملناهن قبل شوي. أنا هلأ بدي اسمع أنا وياكن أغنية كتير حلوة. Let's listen to a song. وبودعكن بشوفكن بالحلقة المقبلة. باي. Vine. Mice. Slice. Slide. Strike. Action, action verb, action verb. What can you do? I can jump, I can swim, I can play the piano. How about you? Me? Me? I can read, I can write, I can paint, clean and hide. I can draw, I can play, I can walk all the way. Action verb, action verb. What are you doing? I am walking down the street. I am running down the hall. I am dancing with my friends. I am reading a paw. I am eating cashew nuts. I am drinking apple juice. I am taking off my shoes. I am sleeping in my bed. Good night.